بعض الناس يقول انا ما اقدر، انا اغضب، انا عندي معي الضغط، معي السكر، معي كذا، انا ما استطيع. وش الحل؟ اولا انت لا تنظر في حاله الغضب، انظر في المقابل، يعني وش المترتب عليها مباشر، حط العواقب. العواقب ان لو غضبت عليك الان خسرتك، خسرتك، او يمكن تسمع مني كلام جارح لاني انا غضبان، لكن هو ما يدري اني غضبان، وبالتالي تبغى ترجع بعدين يذكرك بالكلام الجارح اللي قلته، ترى انت قلت لي كذا، عرفت؟ وذلك يقول احد الشعار، كلام بيت جميل، قال الدرب اذا عبرته لا تزرع شوك، يمكن يجي لك يوم وتمر حافي. الله، يعني اجعل لك خط رجعيه. فانا اقول للاخ اللي دائما يعني، او الاخت اللي دائما تقول حساسه وتزعل، ترى يعني الانسان بالدربه، الانسان يدرب نفسه دائما ويعرف ان هذا صبر، الصابر على اذيه النبي صلى الله عليه وسلم صبر على اذيه قومه وعمه، ما قال ما هو ناس بعيد، صابر اذيه عظيمه. فالانسان يدرب نفسه على الصبر، الحساسيه اللازمه والمفرطه هذه عواقبها سيئه، الامر المترتب عليها انه يدخل الشيطان ويمكن يجد له يعني مسلك في عند بعض الناس ويبدون يجزون عليك انت، وبدال ما يصير خصمك واحد يصير عندك عشرة اقسام، لان هذه المراه عيالها وبناتها يكرهونك ويبدون تصير في مشاكل، ويمكن عيالك الصغار ينجرون خلف هذا الشيء، او بناتك ينجرون خلف هذا الشيء، ترتب عليها مفسده عظيمه. يمكن الكبار زين فيهم حكمه نقدرهم، لكن الصغار خلاص هم اللي دائما ضف الى ذلك انه بيصير على مترتبها اللمز عن طريق الواتساب وعن طريق الحالات، الرسائل المبطنه، الكلام الجارح، فتفتح على نفسك باب. فدائما يعني هذه حكم احنا استفدناها من كبار السن ومن مشايخنا. يا اخي احيانا انت لما تسكت عن شيء ولو جرحك، الثمن لك انت اعظم من ذلك، ثمن عظيم. فانت لما تسكت عن شيء هو جارحني، انا صابر لان الله اخذ الجزاء من الله، ومن اجل تستمر هالعلاقه والله جل وعلا يراك ومطلع على ما في قلبك، ويعلم جل جلاله ان هذا اللي قال هالكلام انه ما هو فيك، ما عليك من الناس، انت تبحث عن رضا الله. فهذا الامر. الامر الثاني، الانسان اذا ما يقدر مثلا يضبط نفسه عصبي، باي شكل من الاشكال يغادر المجلس باي عذر، والله جاني مكالمه، اعتذر منكم انا بطلع، ممكن دوره المياه موعد لي واحد، اطلع. ولذلك هم يقولون دائما، حتى هذا بعض الناس اللي مثل ما يقولون العراف وكذا، قال لا تحاول دائما ترد في حالة الغضب، صر هادي ثم رد. أنا والله استفدت منها يا أخوان، يا سلام. يعني أحيانا لما تغضب أنت الآن وواحد يغضبك تبي ترد عليه، كنت محضر لك كلام قوي، فلما هديت وجيت من بكرة قلت سبحان الله، شوف لو قلت الكلام اللي هذاك اليوم، فصرت هادي جدا، ردي تغير تماما عن ردي هذاك اليوم. فلو الأخت الآن استخدمت هذا الأسلوب، أطلع من المكان، أطلع من المكان. أعرف لك واحدة، أعرف لك واحدة كيف كسبت الناس، هذه من جماعتنا الله يجزاها عنا خير، أنا أعرفها ووقفت على قصتها. تعرف واحدة تكلم فيها زين، ثاني يوم تكلمها، السلام عليكم، شلونك أبو فلان، ترى أنا جاي لك بنجيب معنا قهوة وكيف، تنصدم هذيك، تروح تقهوى معها وتكركل وتسولف وتضحك وتمشي. بنتها تقول يا يمي فلانة تكلم في سكاعتي، الحياة ما حد ياخذ منها شيء، والله نروح ناخذ، والله ما لها احد الان، ما لها احد يعاديها، تزور هذه وتزور هذه. طيب لو استخدمنا احنا هذا الاسلوب مع قراباتنا، احنا اذا سمعنا واحد يتكلم ازوره، يا اخي ترى لما تزور الان تراك في الشيت اللي في نفس في قلبك كثير. طيب ضف انت، انا اقول يعني لاخواني واخواتي، طيب هب الان انك زعلت فلان وزعلت اختك، طيب صلاتك اللي بتصليها هل بترفع الى الله؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال بني آدم ترفع كل خميس ليلة الجمعة، قال فلا يقبل عمل قاطع رحم. الله مستعان. يا جماعة من يسمع هذا الكلام ما يقبل عمل قاطع الرحم. يا جماعة لهم الآن بعض الناس والله لا 10 سنين ما رفع العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح أبواب الجنة كل اثنين وكل خميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، ما في أعظم من الشرك شيء، إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال لهم أنظر هذين حتى يصطلحا. شوف الآن صلاتك، ألزم ما عليك الآن صلاتك، بل إن الرحم يا أخي معلق بعرش الرحمن، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قال شوف لا يرضيك أني أصل من وصلك وأقطع من قطع، قال بلى، قال فذلك لك، فذلك لك. طيب الآن لما تصل، مش معنى تصل يصلك الله، يعني باختصار يصلك الله بكل خير، يصلك الله بالعافية، صلاح عيالك، صلاح بنياتك، البركة، الرزق، السكينة. طيب إذا قطعك الله، قطعك الله من كل خير، نسأل الله السلامة والعافية. جميل شيخ مبارك.